يقول: هل يمكن وقف الأموال النقدية أم أنه يشترط أن يكون الوقف في المال العيني الذي يدر ربحا للموقوف له؟ طبعا الأصل في الموقوف حبس العين وتسبيل المنفعة. نعم. فالدراهم العينية يعني تفنى، ولذلك قيل لا توقف الدراهم. صحيح. لأنها تفنى، وإنما فإن سبلت ذهبت، ما بقيت موقوفة. نعم. إذن لابد أن تكون في شيء عيني يدر الربح. نعم.